كل الشكر زهرة الفضلي في تقريرها، حاولت انها المت بكل هذا الموضوع. تقريبا لخصت لنا الموضوع. حاضرين معنا للحديث في موضوع الصلح الجزائي سي عمرو السعداوي، الاستاذ عمرو السعداوي، عضو مجلس عماده المحامين. مرحبا بك سيدي كريم، مرحبا. وكذلك سي عبد المنعم بعبود، الاستاذ المحامي، مرحبا بك استاذ. عايشك، بارك الله فيك. نبدا بالحديث معك سي عمرو السعداوي. اكيد التوانسه عندما صدر هذا القانون مرسوم عدد 14 لتنظيم الصلح الجزائي في شهر مارس الماضي، فما ناس استبشرت خيرا، فما ناس قالت فات الميعاد على قولة الست. وفي حقيقة الأمر ما فاتش الميعاد. كل ما في الأمر نجم نقوله اللي المرسوم جاء متأخر قليلا من ناحية الزمنية. وخر الميعاد من. أخر شوي. المفروض يكون سابق، ويكون حتى سابق للـ 25. لأنه المرسوم يهدف إلى إرساء عدالة تصالحية في ظل العشر سنوات اللي فاتت، اللي عرفت عملية فساد ممنهج طالت عديد من المؤسسات، وتسلطت فيها ضغوطات على عديد من رجال الأعمال، وعديد ملفات تم تسويتها بطريقة غير واضحة وبطريقة لا تكفل المصالح متاع المواطنين ولا تكفل مصالح الدولة التونسية. ولذلك كان المرسوم متاع الصلح الجزائي حاجة ضرورية لإصلاح ما فات في الفترة الفارطة، وإعادة فتح الملفات هذه من جديد، رغم بعض العوائق القانونية ولا بعض الانتقادات القانونية التي توجه للمرسوم، إلا أنه هو آلية ضرورية لإرجاع الأموال المنهوبة ولإرجاع الأموال اللي انتفعوا بها العديد من الأشخاص في إطار عمليات فساد مالي ممنهجة ومنظمة استفادت منها بعض الأفراد وبعض رجال الأعمال. وتوا معناها حان الوقت في إطار معناها المحاسبة والمسالة اللي كل إنسان يتحمل مسؤوليته، ومن دفع أموال بدون وجه حق لأحزاب أو منظمات أو تحت أي تسميات أخرى يتحمل مسؤوليته. مليار دويت، عشرات المليارات، يتحمل مسؤوليته. هناك قوانين سارية، هو ارتضى لنفسه اللي هو يعمل تسوية تحت الطاولة خارج نطاق، ارتضى لنفسه. كانت فما برشا ضغوطات، يعني برشا ضغوطات ماخذ علاش؟ لا، الضغوطات ماخذ علاش؟ ثم قوانين، ثم مساومات، ثم مساومات كان بامكان الناس تتشكى. عباد اروقه المحاكم يعني نعرف اروقه المحاكم طبعوا في السجون، معناها نعرف اروقه المحاكم فتحت فيها كلوارات، نعرف هذا، وهذا معناها جزء كبير من الشعب التونسي يعرفه. لأنه الإنسان يفترض اللي هو يتحمل مسؤوليته وما يخضعش للمساومات، وكانت الناس بإمكانها تتشكى، كانت موجودة نيابة عمومية وكان موجود قضاء، مش القضاء الكل فاسد، ثم قضاة جانب كبير منهم هم قضاة شرفاء ويمارسوا في مهامهم بكل أريحية وبكل معناها حرفية. كان بإمكان الناس هذه تتشكى، كان بإمكانها اللي تقدم بملفات. أما أني نخضع للمساومات والابتزاز ونقدم أموال لطرف سياسي ولا لمجموعة معينة في سبيل اللي هي تغطي علي الجرائم هذيك، وحاليا نقول لا، أنا سويت ملفي وانتهى الأمر ولا يجوز لي أن يقع إخضاعي للصلح الجزائي من لو جديد، هذا يولي معناها انتفع مرة ثانية، يولي انتفع مرة ثانية، ويجب أنه يتحمل المسؤولية. أستاذ أنا قلت لك فات الميعاد، قلت لي لا، مش أقول لك توا كلام جميل، كلام معقول، ما نقدرش نقول عليه حتى شيء، لكن السيد المتلقي، الناس اللي اكتوت بنار المساومات والضغوطات، أكيد تقول لك أنه الكلام هذايا فيه من المثالية الكثير، يوصل إلى حد الطوباوية. سي عبد المنعم عبود، حضرتك محامي، سامحيني معناها باش نرجع لك، نرجع لك في تفاعل فقط، في تفاعل فقط. كنكون أنا إنسان واستفدت بأموال ترجع للمجموعة الوطنية، لا تبرأ ذمتي بالقول اللي انا خضعت لمساومات ولا معناها ضغوطات، لا، مش كافي هذا، مش كافي. المساومات والضغوطات لا تبرأ الذمه، لا تبرأ الذمه ولا تشكل معناها وجه من اوجه الاعفاء من المسؤوليه الجزائيه والمسؤوليه المدنيه. انت تعرف هذه الممارسات هذيك اللي خضعت لها نتاع الضغط ونتاع المساومه، انت تعرف حقيقه اللي هي ممارسات مخالفه للقانون. معناها أنت تختمرتين، تختمر مرة أولى اللي أنت استوليت على مال عام وانتهكت معناها أموال التونسيين، وتختمر مرة ثانية اللي أنت تخضع لممارسات
فيها مساومات وفيها معناها ضغوطات وتعتبر لذلك كبر أذمتك. معناها الحجة هذه حجة مردودة على أصحابها لا تصح. وصلت فكرتك أستاذ عمر سعداوي. سي عبد المنعم عبود حضرتك محامي وكنت حاضر في هذه الندوة الإقليمية اللي انتظمت بالقصرين حول مرسوم الصلح الجزائي، ماذا تمخذ عن هذه الندوة؟ في الواقع مجموعة من المحاضرات القيمة وتقييم للمرسوم في حد ذاته اللي هو في الحقيقة علامة مضيئة، نعتبره أنا شخصيا علامة مضيئة بالرغم أنه كأي عمل بشري فيه بعض النقائص. تأخر بالفعل، تأخر كثيرا، ولكن الرغبة السياسية توجدت توا على أساس الغاية المتمثلة في تنقية مناخ الأعمال قبل الكل العشرية الأخرانية. هذه ما فماش حتى رغبة في اللي تسوية الوضعية، صلح صلح شنو، ما فماش صلح بالطريقة اللي تم في نطاق المرسوم الجديد هذا نتاع 20 مارس. مرسوم جديد فيه نطاق واضح وفيه آثار ونتائج واضحة وفيه لجنة باش تشتغل، لأنه شنو هو المرسوم في الأخر بالكل هذا؟ الدولة باش تتصالح مع رجال الأعمال فيش فيما يخص مجموعة من الجرائم، جرائم اقتصادية، جرائم مالية، وكل عمل غير مشروع انتفع به المتصالح ونتج عنه ضرر بالنسبة للدولة. وهذا فما تكريس مفهوم جديد من الناحية القانونية اسمه العدالة الجزائية التعويضية. ومن الفصل الأولاني في المرسوم حدد الأهداف متاع المرسوم وفي غاية نبيلة وتتمثل في توظيف عائدات الصلح الجزائي لخدمة المجموعة الوطنية. كيفاش خدمة المجموعة الوطنية؟ هو شنو المرسوم اللي واش يهدف؟ يهدف إلى استبدال الدعوة العمومية، المحاكمة، التنفيذ والتتبع، باش إما بدفع مبلغ مالي أو بالتعهد بإنجاز مشاريع بالنسبة للمجموعة الوطنية. وإنجاز المشاريع مش هكاك سايب الحوت في الماء وحاول تصطاد الحوت ثم تلقى حتى شيء في الأخر، لا، هذا فما إنجاز مشاريع وتعهد، وفما لجنة متفرعة عن اللجنة الوطنية للصلح الجزائي اللي هي باش تقوم بإعداد تقارير شهرية للمتابعة. صحيح أن اللجنة الدالية متاع وجودها محدود زمنيا، لكن إذا تعهد متصالح مع الدولة أو يعني الدولة لإنجاز مشاريع فإنه يزم يكملها ويكون مسؤول مسؤولية عشرية عن المشاريع التي قام بإنجازها. يعني مش هاكا نعملوا مشروع ومن بعد يعمل حاجة ومن بعد تطيح، ولا نعرفش أنا مبنية بمواد ماهيش مستجيبة للمعايير الفنية ومن بعد يمشي على روحه ياخذ الصلح واختفى وكهو وما عادش فما حتى مشكل، لا، فما متابعة. إذن فما نطاق، والنطاق ماهوش كل شخص ارتكب جريمة راهو يدخل في الصلح، لا لا. صحيح المفاهيم الأول في الفصل الأولاني تلقى يقول لك الجرائم الاقتصادية والمالية، ولكن في الأخر بالكل الجريمة الاقتصادية والمالية ما تخرج عن 8 مجالات حددها الفصل 6. شنو هما المجالات اللي نجموا رجال الأعمال يتدخلوا ويتصالحوا فيها مع الدولة؟ عندك الملك العام والملك الخاص للدولة، كما واحد يعمل استيلاء على ملك متاع دولة أو ياخذ مثلا ملك دولة خاص بدون وجه حق. عندك المال العام كما مثلا الشبهات المتعلقة بالصفقات العمومية، جرائم الرشوة هذه داخلة زادة كيف كيف، جرائم غسيل الأموال باستثناء غسيل الأموال المترتب على جرائم الإرهابية، ولهنا إقصاء بالنص الصريح بالفصل 6. وعندك الجباية والصرف والديوانة والسوق المالية والجرائم البنكية، جرائم المالية هذه كلها تدخل في الصلح. علما أنه وقت اللي تفاوضنا مع المجموعة من رجال القانون فيما يخص ما لا يدخل أيضا في الصلح الجزائي، عندك جرائم المخدرات، إذا كان إنسان رجل أعمال عنده جرائم مخدرات ولا محكوم عليه من أجل الترويج ما ينجمش ياخذ فيه صلح حتى كان دفع فلوس الدنيا، لأنه تعرف هذا يهدم الشباب. ثاني حاجة من المسائل الأساسية في الصلح الجزائي عندك جرائم التقليد ما تدخل زيادة، وعندك الجرائم القانون العام هذوكم جرائم السرقة المجردة والموصوفة وخيانة المؤتمن وكل خيانة على بياض، الكل هذه ما تدخلش. إذن الجرائم الاقتصادية والمالية المحددة، ولهنا احترام كامل لمبدأ الشرعية، المحددة بالفصل 6 من مرسوم 20 مارس 2022 والغايات بطبيعة الحال هي غايات هي خدمة المجموعة الوطنية. به واضح، شكرا لك على هذه البسطة يعني لكل تقريبا المجالات اللي يهمهم هذا الصلح الجزائي. عبر الهاتف معنا سي مكرم بن منا رئيس اللجنة.
أول ما تجهز المكالمة رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، فما يعني هو أعلن سي بن مناء أنه هناك عدد هام من المطالب وأعلن النوايا المتعلقة بالصلح الجزائي. سي خليفة شيبان، إيه كان عندنا مداخلة في أحد وسائل الإعلام، قال أنه ما يقولش على الرقم هذا، يعني يتحفظ عليه الرقم هذا، وقال زاد أنه ثم شوية مشاكل لوجستية في علاقة بالمقر. أنا باش نرجع للصلح الجزائي نحكي عليه كلمتين. الصلح الجزائي هذا نحسه من وقت اللي خرج ثم موجة متاع تدفيه وترذيل بشكل كبير ياسر، وأعتقد أنها ممنهجة. يعني الناس هذه اللي مشات راهي عطات فلوسها في إطار صفقات سياسية عملت صلح حزبي تتحمل مسؤوليتها، مشاو تقابلوا تحت طاولة عطا هذايا ناس هزت فلوس ثم طريقة باش يرجعها للشعب التونسي، والناس هذه اللي كانت تتبكى واخذت الفلوس في ساشيات بوبال وعطاها فلان وعطاها فلتان وكانت تتبكى في التراكن تكون عندها الجرأة، عندها زوج حلول، هي يا تواطئت لو المرة عملت صفقة حزبية، وتو عندها زاد حكاية أخرى قاعدة تعمل فيها التستر على الناس هذوك مرتين زاد اليوم جاتهم فرصة باش تقول راهو فلان صابين له فلوس، وراهي الفلوس هذه معروفة كانت تتعطى في ساشيات بوبيل تتعطى لأحزاب معين، وثم أحزاب قامت بالابتزاز، أحزاب قامت معناها في عام عامين ولا عنده 7000 مقر خذها بالابتزاز ويعرفوها التونس هذه الكل. أما نحس فيها دي ما تيجد عليك 13000 مليار مازالوا باش يرجعوا، معناها ثم قلت لك سياسة كاملة مبرمجة للتدفيه وللترذيل، وهي واقفة فيها الناس هذه اللي تحب تهرب من الحكاية هذه راهو في التالي. اما في التالي هذا مشروع قايم الذات ويرجع فلوس الشعب التونسي، على قليله كانت ثم الاراده انك تقنن حاجه تحطها في اطار قانوني، خطر ما لوريزمون في الحكايات اللي تتعلق بالحقوق والامور هذه ما عملنا شيء بعد هو الفرق. تم التعويم الموضوع حتى ذيك العداله الانتقاليه نعرفوها والتعويضات نعرفوها وكلنا نعرفوها شنو اللي صار في البلاد هذه. سي خالد عبيد، انا عندي ملاحظات تو بالنسبه خاصه نعرف انه القائمه تعملت بناء على تقرير في 2011 وهي أكثر من 400، الأربعمية هذوما جزء منهم ثم الشبهة متاع أنهم قاموا بحل مشكلتهم تحت الطاولة كما قالوا الضيوف مع بعض أطراف معينة. أنا ما أستاذ السعداوي وهي هذا الكلام اللي قاعد يتقال كما قال الأستاذ السعداوي وكما قالوا برشا عباد. أنا نحب نعرف توا هما صحيح معناها مطالبين باش يدفعوا، هل أن الدولة من الأحسن بالنسبة للدولة وفي نطاق الشفافية وللرأي العام التونسي أن الناس هذوما العطات معناها إذا كان معناها ثابتة هذا مش ما نقولش أني حاجة ثابتة، من الأحسن أنه يقع توضيح هذا للرأي العام التونسي باش نعرف ما هي الأموال كم على معنى قيمة هذه الأموال التي أعطيت وخاصة لمن أعطيت وعلى أي أساس أعطيت ولماذا تم هذا الابتزاز وكيف، هذا أولا. ثانيا بالنسبة للأشخاص هذوم طوى القائمة معناها ثم البعض إلا مات ثم البعض إلا هاجر، إذن معناها المسألة التي نتسألوها هل أنه هذوما معناها إلا ماتوا شو مش نعملوا معهم؟ سؤال آخر أنا مقلقني طوى القائمة هذه وصلت في 2011 لكن ما ثماش قائمة أخرى بتاع الناس بتاع العشرية الفارطة، علاش نوقفوا كان بتاع فترة بن علي وفترة ما بعد 2011 ثم ما ثماش ما قبلا يعني تقصد فترة ما قبل معناها بين 2011 إلى حد الآن معناها حسب معلومة عندي من نجم نطلع غلط أنها ماهيش موجودة نجم نطلع غلط لا موجودة موجودة خاطر. سؤال آخر موجودة. اللي باش نسأله أنا هذا أنا تو حسبني رأي معناها كيما إنسان مواطن قاعد يتسائل، بس حاجة أخرى مقلقتني مش عارف صحيحة ولا هو أنه يقول لك معناها ما تطيحش معناها توا معناها الجماعة معناها ينجم بالنسبة لهذا الصلح يمشيوا حتى فترات متأخرة جدا معناها في الزمن، معناها صحيحة المعلومة هذه اللي قاعد يعقموا تداولها ولا لا مش صحيحة مش صحيحة باهي ثم بمعنى حاجة أخرى بمعنى معناها يمشيوا فترة بورقيبة وكازين فترة فرنسا بمر الزمن باهي هذه تساؤلات قاعد نسمع فيها من من ناس كلشي برشا خرافات نتاع بسيس ما يزم واحد يقول في دار ممنهج اي بالحق مشروع تساؤلات فرصه باش نوضحوهم ما تروحها في الشارع صحيح ما تروحها والله عندي تساؤل اخر قاعد نحب نتذكر تعملش وصايا على سي خالد عبيد سي خليفه خليني نذكر قاعد يربك فيك ما تسيليش نتذكر يربك فيك قاعد ريت تربك من ليش ما حد يربك الحمد لله معناها نحب نعرف معناها في هذا كله شنو بعث لي وين نحب نوصله، هل انه معناها هذه ما قاعد نقوم به حاليا
نتيجته ستكون ملموس على أرض الواقع أم لا؟ نعرف أنه من جملة البنود أنه سيقع أنت نفع معتمدات معينة إلى غير ذلك، لكن الآلية باش مراقبة كل هذا موجودة معنا التطبيق الميداني كيفاش نعم. يكون الرفاق وحائرون يتساءلون سي عمر السعداوي لو كان عندك معناها باش توضح لنا التوضيحات لماذا لما سيحدث بعد ذلك. توا قاعدين الناس تعلن عن نواياها وفما اللي قدموا مطالب حسب تصريحات سي مكرم بن منى رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائري اللي قاعدين نحاولوا نتصلوا به زملائنا في الريجي وللأسف مازال ما جاوبناش. فضل. هو الفصل 3 من المرسوم يحدد المجال متاع انطباق الصلح، فيتحدث على الجرائم المرتكبة قبل سنة 2011 والجرائم التي ارتكبت بعد 2011 إلى تاريخ صدور هذا المرسوم. واضح قبل 2011 يعني؟ قبل 2011 يعني حتى قديش توصل مصيبة معنا النص ما حددهاش مدام ما حددهاش أكيد مش مع العهد محمد صدق بي سي لا تنجم جيستمو وقت النص ما حددهاش معنا مش نرجع بعد فما معلومة قراءة قانونية سليمة بربي المتعلقة بالسقوط مش نرجع بعد المتعلقة بالسقوط التقادم لأنه النص هذا غير معزول على الأحكام القانونية الأخرى الموجودة في مجلة طب كل مبادئ العامة في القانون الجزائية ولا الجزائية هذا باش نرجع لسقوط الدعاوى العمومية وهو يشمل معناها كما قال الأستاذ منعم جميع تقريبا الجرائم الاقتصادية ويضيف لها أيضا الجرائم نتاع الناس اللي انتفعوا بأملاك مصادرة أقل من قيمتها بعد 2011 ثم أملاك مصادرة تم التفويت فيها كذا برغمان 17 مليون ثم ثانية ب 100 مليون والأملاك اللي مصادرة وتم التفويت فيها فويتت تم التفويت فيها بأثمان بخسة ولا بأثمان أقل من قيمتها من انتفع بتلك العمليات يندرج أيضا في إطار معناها العمليات اللي صار فيها مخاتلات وصار فيها غبن وصار فيها أشياء كل هذه اللجنة المتعهدة بالتطبيق متاع الصلح الجزائي سواء يتقدم لها مطلب من طرف الشخص الذي يروم إبرام صلح مع الدولة وبإمكانها هي أيضا بصورة تلقائية اللي هي توجه لوتوسيزين معناها تتعهد تلقائيا يقول النص فتوجه للمعني بالأمر مراسلة وتطلب منه إن كان يروم معناها الدخول في صلاحيات هذه اللجنة الوطنية للصلح الجزائري صلاحيتها هي صلاحيات كبيرة لأنها بإمكانها يدها مطلقة يعني يدها مطلقة مثلا في النفاذ إلى المعلومة فبإمكانها اللي هي تحصل على جميع الوثائق وجميع المعطيات وجميع المعلومات من عند جميع من الوزارات كل الإدارات البنوك وكل وحتى الخواص حتى معناها ولا يمكن محاجزتها بسر مهني فيدها مطلقة من هذه الناحية يدها مطلقة أيضا في برم الصلح لأن بإمكانها اللي هي تبرم صلح وقتي أو صلح نهائي والصلح النهائي يؤدي إلى أنه تنقرض الدعوة العمومية نهائيا وما عادش تم حتى تتبع تسكر نهائيا والصلح الوقتي هو صلح علاش المشرع يحكي على صلح وقتي لأنه الصلح الوقتي هذا هو مشروط بتأمين معناها فقط في النقطة دي قلت لي أنت باش يكون نهائيا معناها كأنه حكم يتصل به القضاء هل هي تحيل إلى القضاء ولا كيف نوضحوا لا تحيل إلى القضاء هي بيدها في حد الهيئة التحكيمية هو النقاش عبارة على أنها هيئة تحكيمية ذات صبغة جزائية والنقاش مفتوح وكنا نحكي فيه قبل بشوية أنا والأستاذ في الكواليس هل أنه أعمال وقرارات اللجنة هذه معناها كتب الصلح النهائي أي. اللي يتم إبرام هل أنه قابل للطعن ولا لا هذا هو هل هناك بشكل يصير تقاضي على درجة ولا نمشي القضاء بعد ما يعجبوش هل أنه يمشي ولا لا هو القرار هذا شنو قاعدين في حقيقة نوضحه للسادة المشاهدين وجهة النظر الغالبة لحظة خلي كمل سي سعدي ونعطيك كلمة أستاذ عبود وجهة النظر الغالبة اللي ما ثماش تقاضي ما ثماش طعون لماذا ما ثماش طعون أول حاجة لأنه أعمال اللجنة دي أعمال محددة بوقت وبزمن محدد هي 6 أشهر وستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة معناها في كل الحالات واضح اثنين النص ما حكاش على إمكانية الطعن وما فتحش باب الطعن ثلاثة نحن نحكو على صلح والصلح حسب القانون وحسب مجلة الالتزامات والعقود الصلح هو العقد الذي يتم بين طرفين ويتنازل فيه أحد الأطراف يتنازل فيه طرفين عن بعض من حقوقهم ويؤدي إلى غلق النزاع بصورة نهائية وبات لا رجوع فيها
امتى نجموا نطعنوا في الصلح فيكون ثم تغيير ولا ثم تدليس ولا ثم معناها غلط كبير برشا ادى الى وقوع الصلح. فهو صلح نهائي يؤدي الى غلق جميع الملفات. الغايه من هذا كله هو شنو؟ الغايه من هذا كله، الغايه من هذا كله اللي هو توفير اموال للدوله تكون معناها اساسيه في اجراء مشاريع تنمويه على مستوى المعتمديات وعلى مستوى المحليات وعلى مستوى المناطق الجهويه. وهذا في نهايه الامر هو مال عام سيرجع للشعب بمسلك اخر يؤدي الى تحقيق التنميه وعلى الاقل يتم التقدم الاقتصادي، لان الثوره كي قامت ما قامتش على مطالب سياسيه فقط، هي مطلب الحريه ومطلب الحق في التعبير وحريه الراي. شو الحريه كرامه؟ الا انه كان عندها ايضا الركيزه الاخرى وهي ركيزه الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والكرامه اللي هي شعار الثوره. الكرامه هي قائمة على زوج ركائز، قائمة على الحرية هو على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لأنه ما تحققش كرامة الإنسان للأسف. وبالإضافة أنه زاد يزمنا هناك رجال أعمال كفاهم زاد شيطنا في المقابل، يقول لك كفانا شيطنا باش نجموا دور عجلة الاقتصاد. علما أنه المرسوم تاع الصلح الجزائري هو عنده ارتباط وثيق بالمرسوم المتعلق بالشركات الأهلية، لأنه مخرجات الصلح الجزائي هي في حقيقة الأمر باش تكون رأس المال الذي تنطلق منه بعض الشركات في جزء منها باش تنطلق مشاريع تنموية. كيفاش سي عبودة لو كان توضح لنا كيفاش؟ باهي، أولا فيما يخص القرار نتاع اللجنة الوطنية للصلح، تفاوضنا بشأنه المرة اللي فاتت مجموعة من رجال القانون وانتهينا إلى أنه لا يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه. يعني يكون القرار بيت، لأنه ما عندوش معنى نعمل صلح وبعد نطعنوا فيه. المتصالح جاي باش يتصالح مادة يد والدولة مادة يد، شكون باش يطعن؟ ما فماش حتى لوجيكمون ما فماش إمكانية الطعن. لكن فما إمكانية كيف الصلح الجبائي كيف الكل بالضبط هذا معناها سي ان كونترا نوع من العم، ما نقولش مش ما ياخذوش عليا الكلمة بحذافيرها، هو في الحقيقة نوع من العقد القضائي، ما هو ماهوش ماشي عندها صبغة قضائية اللجنة. ما خاطر فما اللي يقول لك هذا هو النص يحكي على النص فما طرف ضعيف الصلح. النص أستاذ عبود يقول عبارة عقد الصلح يقطع الخصوم، موجودة العبارة معناها إيه الصلح بطبيعته يقطع الخصوم. حنواصل معاك لانه عندنا موضوع اخر وعندنا ضيوف تنتظر. واصل الفكره سي عبوده باش نختموا الموضوع. بربي فما القرار اللي قابل للطعن فيما يخص اللجنه هو القرار مثلا بعدم الاختصاص، هذا قابل للطعن. تجي اللجنه تقول لك لا انا مش مختصه في الملف هذا. مثلا تجي بنتي ترويج مخدرات، انسان يحب يعمل صلح وفما ترويج مخدرات لكن مع مجموعه من الجرائم الاقتصاديه والماليه ويحب يكون صلح شامل. لا، تجي اللجنة تقول أني مش مختصة، ما نجمش نتصالح معك في حكم مثلا نتاع ترويج نتاع مخدرات. تنجم تطعن فيه، تطعن فيه، ولهنا فما شكون من المحامين اقترح حتى الذهاب إلى المحكمة الإدارية. من ناحية قرارات عدم الاختصاص وي فما إمكانية نتاع قابلية للذهاب إلى محكمة مختصة اللي هي المحكمة الإدارية، لكن كقرار صلح لا نظنه قابلا للطعن بأي وجه من الوجوه. بربي في الأخر أثر الصلح شنو؟ أثر عنده زوز آثار. أول حاجة يطهر المتصالح من كل شبهات الفساد الاقتصادي والمالي، وعنده أنوتر إيفي فما اللي فيه دو بيرج تطهير، يعني هذا باش يؤدي إلى تنقيط مناخ الأعمال مستقبلا. العيب الوحيد فيما يخص التطهير أنه التطهير جزئي ما يخص كل الملفات التي تم التصالح بشأنها، ماهوش تطهير شامل. مش معناها يجي انسان يقدم ملفات وكهو بالنسبه للباسي نتاعو يدفع ضريبه نسيان الماضي. أي؟ لا، يدفع فقط بالنسبه للملفات اللي تم التصالح بشانها، يقتصر الصلح على ما تسلط عليه مش على كل الماضي نتاع رجل الاعمال. هذه حاجه نقيصه. أي؟ ويعني هذايا ربما قد يجعل البعض يفكر مرتين قبل الذهاب الى الصلح. انا كنت نخير انه يكون اون بيرج انتجرال. مش خاطر تعرف انت باش الوضعيه اون رومي لي كونتور ازيرو و اون اون في تابلو راس دو باسي نورمالمون. اي هذوما ناس سامحوني في الكلمه تمرمدوا من ناحيه شبهات الفساد تم ابتزازهم. معناها هذا الصلح يجب ما قبله، ما يجبش ما قبله، يجب كان في حدود ما تسلط عليه، في حدود ما ويؤدي الاثر الثاني نتاعو اللي هو لا ريانتيغراسيون، يعني اعاده ادماج رجل الاعمال في المناخ الاقتصادي والمالي. وهذوما حاجتين يبينوا على الهدف الممتاز اللي يتبعوا المرسوم هذا بالرغم من النقائص نتاعو. موجود نقائص، توت اوفر هيومان بيرفكتيبل، كل عمل انساني يقبل التطوير،
هذا مرسوم يقبل التطوير لكنه في حد ذاته الغايات نتاعه نبيلة ويهدف إلى تحقيق مشاريع عندها صبغة وطنية صبغة جهوية وصبغة محلية، علما وأنه هذه كانت الوعود نتاع السيد الرئيس سنة 2012 وأنجز حر ما وعد ووفى حر بما وعد، وأنا شفناها تو مكتوبة في مرسوم بالرغم أنه المرسوم فيه بعض النقص. شكرا لك، شكرا لك سي عبد المنعم عبود، حضرتك محامي وكنا نتحدث على الصلح الجزائي ما له وما عليه. والحقيقة أكيد باش تكون حاضر معنا في لقاءات قادمة، وإن شاء الله يكون حاضر معنا كذلك السيد رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي سي مكرم بن مناح حتى نستفيد أكثر في هذه التفاصيل ودقائق الأمور اللي هي مهمة جدا، اللي مش تخلي الناس تقبل أكثر فأكثر على الانخراط في الصلح الجزائي. نمر لموضوعنا الأخير هذا المساء، وهو مدام حاضر معنا سي عمر السعداوي عن عمادة المحامين، باش نتحدثوا في مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين وبقية المنظمات الوطنية للخروج من الأزمة، كذلك المحامون وميزانية الدولة لسنة 2023. نشوفوا تقرير زميلنا نزار أسغدوتي. منذ منتصف ديسمبر الماضي يقود الاتحاد العام التونسي للشغل مشاورات مع عدد من الفاعلين والمنظمات الوطنية تتقدمهم الهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بهدف تدارس مبادرة وطنية للإنقاذ وفق تعبير قياديه، الذين أكدوا أن منظمتهم تعمل مع شركائها من أجل بلورة تصور لإصلاح الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، تصور يعكس حلولا ورؤى حقيقية من أجل تجنيب البلاد الأزمات الخانقة التي تعيشها على أكثر من صعيد، مشيرين إلى أنه على الجميع اليوم الوعي بحقيقة الأوضاع والإشكاليات المطروحة وتحمل المسؤوليات في ذلك. مبادرة ولئن لم تتوضح ملامحها بعد فإن أصحابها يعتبرونها فرصة أخيرة لتونس باعتبار أن الوضع لم يعد يتحمل أكثر. الهيئة الوطنية للمحامين تجدد من جهتها أن هذه المبادرة هدفها هو تقديم حلول للخروج من الأزمة في انتظار تفاعل إيجابي بشأنها، وهي التي ستقدم إلى رئيس الجمهورية وإلى الرأي العام حالما يتم الانتهاء من إعدادها وتحديد محاورها. ونقلا عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء، عبر عميد المحامين حاتم لمزي عن أمله في تفاعل رئيس الجمهورية إيجابيا مع هذه المبادرة حتى تكون الإصلاحات من خلالها تشاركية فيها توافق بين مكونات المنظمات الوطنية ومؤسسة رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أنه وقع الاتفاق على تكليف لجنة لإعداد محاور المبادرة وصياغتها قبل أن يتم الإعلان عنها بصفة رسمية. في السياق ذاته أوضح رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي في تصريح لإذاعة ديوان فام أن المبادرة ليست جاهزة بعد، وستتكثف الاجتماعات بين المنظمات المذكورة ومكونات أخرى من المجتمع المدني بهدف بلورة تصور جماعي ومشترك يتضمن عدة مقترحات من بينها إصلاحات عميقة في عديد القوانين والمراسيم. أهلا بكم مشاهدينا، شكرا لنزار الزغدودي. الاتحاد العام التونسي للشغل يقود مشاورات مع عدد من الفاعلين والمنظمات الوطنية تتقدمهم الهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بهدف درس مبادرة وطنية للإنقاذ وفق تعبير قيادي هذه المنظمات. سي عمر السعداوي، حضرتك محامي وممثل مجلس عمادة المحامين وعضو مجلس عمادة المحامين حاضر معنا، المحامين وعمادة المحامين كيفاش قبلت هذه الانخراط في هذه المبادرة الحوارية؟ شكرا. في حق الأمر المبادرة الوطنية للإنقاذ الهيئة الوطنية للمحامين تعتبر نفسها أحد الدعاة إليها، مش مخرطة فيها ومثلا ماش طرف يقود هذه المبادرة، باش تبدأ الصورة واضحة. هو لقاء اللي في ندوة الفروع، اجتمعت ندوة الفروع في 24 ديسمبر 2022، وفي إطار التباحث في الشأن العام ثم توصية من ندوة الفروع
لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين بإطلاق مبادرة وطنية لإنقاذ الوضع الذي تمر به البلاد، لأنه نتصوره ونعتقده للوضع العام الذي تمر به البلاد هو وضع سيء جدا على جميع المستويات، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، على المستوى السياسي هناك معناها انسداد متاع أفق، خاصة بعد النتائج متاع الانتخابات الدور الأول الانتخابات التشريعية ومع جملة المراسيم اللي صدرت، فكان لابد من حلحلة الوضع بإطلاق مبادرة وطنية يتم فيها التحاور في الشأن العام والبحث على حلول مجدية نجم تخرجنا من المأزق الموجودين فيها باش الأمور ما تترداش أكثر. والمبادرة دي تم مجلس الهيئة فوض فيها صلاحيات للسيد العميد للاتصال مع بقية المنظمات الوطنية، وتم الحديث مبدئيا مع الاتحاد العام التونسي للشغل وهو كان يتبنى نفس الرؤية تقريبا وفيما يتعلق بالمبادرة، وأيضا الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. حاليا هناك محادثات أولية بين السيد العميد والسيد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والسيد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في إطار تقريب وجهات نظر، ولم يتبلور إلى حد الآن أي تصور واضح فيما يتعلق بالخطوط العريضة لهذه المبادرة. شكرا على هذه التوضيحات سي سعداوي سي عبيد وسي شيباني، بسمكم جميعا نحب نرحبوا بالسيدة والأستاذة راضية الجربي. مرحبا بك أستاذة. وبيك وكل أكيد رئيس الاتحاد الوطني للمرأة التونسية والمحامية. مرحبا بكم الكل وشكرا على دعوتي واستضافتي في هالبلاتو اللي فيه موضوع يهم المحامين أكيد وهذا بالفعل هو قال بدأت المشاورات ما فماش حتى معناها خطوة ملموسة مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وكذلك مع رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. هل ترى أنها مبادرة عرجاء لأنها بدون النصف الثاني الرجل الثاني اللي هي الاتحاد الوطني للمرأة التونسية وما تمثله شوف يعني شوف من حضور المرأة التونسية؟ شوف في الحوار اللي صار في بلادنا الحوار الأول الحقيقة احنا احتجينا احتجاج كبير جدا جدا جدا، واعتبرنا انه في الفترة هذيك اللي البلاد كلها ماشية في الحوار والناس كل مستقرة ومعناها تعتبر أنه الوسيلة الوحيدة للخروج من الأزمة اللي يعني نعيش فيها على جميع المستويات أيضا في تلك الفترة الصعبة، قلنا احنا لما لا ما نكونوش طرف وعندنا ما نقوله، وأيضا مش ممكن أنه أي حوار يمس الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية ما يكونش للمرأة فيها قول أو نصيب. اليوم كيفاش اليوم ما نجمش نقول عرجاء تبعتوا هذه المبادرة الاتحاد العام احنا قاعدين نتبعوا كيما صارت لك شيورات على الاقل انت حضرتك محاميه مع سيد عميد المحامين سلم زيو مثلا شوف نتبع ساعه باش نجاوبك على سؤالك بكل امانه انا نتبع كيما واحد في الاتحاد ابتسمت تنقلك احكينا سر الابتسام سر الابتسام احنا نتبعوا في المبادرات قاعدين نسمعوا فيها من هنا وهناك، لكن المبادره اللي فيها وانا محاميه تحب نقول عليها هنا نضحك بيان سور محاميه باش يكون عندي علاقه بزملائي المحامين وبالسيد العميد اكيد وببعض اعضاء الهيئه دونك حكينا مش نقول رانا ما حكيناش، لكن حتى شيء ما واضح يعني اليوم ما نجموش احنا نقولوا علاش ما احناش الداخل وهذايا عرجاء بدوننا ولا احنا نحبوا نلتحقوا لانه المساله تهمنا. الحوار في مفهومه هكا ولا للمبدا الناس كل تحب تشارك في الحوار، الناس كل ترى انه الحوار مساله مفيده وهامه وتونس تجنح الى الحوار والحوارات السلميه، يعني ما احناش شعب متاع تطاحن وصراعات خليني نقول كيف غيرنا، وعليه في هذا به مستحب. بقى شنو هالحوار؟ شنو هي ابعاد؟ على شنو باش نحكيو؟ شنو هي المبادره؟ فاش تتمثل؟ شنو طالبين؟ شنو نحبوا نوصلوا؟ شكون باش يشارك في الحوار؟ على اي قاعده نحطوا هذا وما نحكيوش مع هذا؟ هذوما مسائل مهمه.
دونك انا من ما نجموش نبادر ونقولوا نحبوا نكونوا معاكم أسأل. الا ما نفهموا هل هالنقاط هذه الكل. أسأل بالجمله تقدمت بها الاستاذه راضيه الجربي، الى اي مدى ممكن عندك اجوبه متوفره لكل هذه التساؤلات استاذ عمر السعداوي؟ الحقيقه هي الاستاذه راضيه زميلتي اول حاجه، نحن في المحاماه اكثر من نصف عدد المحامين هن نساء معنا، وهن نساء زوجاتنا واخواتنا وبناتنا معنا، نعتز بهم برشا. ما نصورش اللي نجم جسامات متبادلة في البلاتين، ما نصورش اللي ما نصورش اللي مجتمع يهمل دور المرأة ينجم ينجح، وعندهم مدرسة في التضامن المحامين بين بعضهم. بالنسبة للهيئة الوطنية لا، المدرسة الأكثر تضامنا مع الأطلاق. بالنسبة للهيئة الوطنية للمحامين تعتبر اللي المبادرة الوطنية للحوار هي تختلف الساعة على الحوار نتاع سنة 2013-2014، تختلف اختلاف جذري جذري. لماذا؟ لأنه مبادر، لأنه الحوار اللي انتهى في 2014 وحتى وان قال إلى أنه تونس تحصلت، الأربع منظمات المشاركة فيه تحصلت على جائزة نوبل للسلام، فأنه مخرجاته ما كانتش مخرجات إيجابية، لأنها أدت إلى أنه الوضع يبقى على حالته دون فض أي إشكالات، ودخلنا في سياسة ما يعبر عليه بالتوافقات وتعويم المشاكل، ومرينا في التوافقات دون فض أي إشكال. نحن نرفض طريقة الحوار بالطريقة هذه، الطريقة اللي قائمة على التوافقات هذه. نحن نبحث على حلول جذرية لصالح الوطن، ما حشناش أنه إنسان أو منظمة أو طرف ما اجتماعي أو سياسي تكون المبادرة دي هي مطية له ليتبوأ المشهد ويحقق نقاط على حساب بقية الأطراف الأخرى، مش هذا القصد منه. أيضا المبادرة اللي متقدمة في إطارها الهيئة الوطنية للمحامين هي مبادرة تقطع مع ما قبل 25. بالنسبة للهيئة الوطنية للمحامين لا رجوع لما قبل 25 جويلية 2021، وأي حديث أو حوار هو يبنى على ما بعد 25، ما قبل 25 فهو مرفوض. نعتبر اللي الأطراف السياسية الأحزاب حاليا هي غير مؤهلة أنها تكون طرف في هذا النقاش في هذا الحوار، لأنه الأطراف السياسية صحيح تنجم تكون تقام في مصلحة الوطن، صحيح تنجم تكون تقام في مصلحة البلاد، أما هذا لا يمنع اللي هي كل طرف سياسي عنده أجندة خاصة به وعنده مجموعة من المصالح الخاصة به وعنده مجموعة من الأشياء التي يرون تحقيقها. نحن نلوجو على ما هو يجمع وما هو مشترك، وهذا دون استبعاد رئاسة الجمهورية من هذا الحوار. ونحن نعتبر لرئاسة الجمهورية هي طرف ضروري وشريك رئيسي في أي عملية حوار، لأنه في نهاية الأمر تنفيذ مخرجات الحوار شكون باش يقوم به؟ من هذه تقريبا الخطوط العريضة. استاذ عمر السعداوي وسيده راضيه، ما نعرفش كان معناها من التصريحات الاخيره للاستاذ المزيوة عميد المحامين، وكذلك توا ياكد نفس المعنى الاستاذ السعداوي، انه هناك كبح لجماح الانطلاقه اللي ينطلقوا بها في هذه المبادره من الاول بالنسبه لعماده المحامين. كبح جماحة من عند شكون؟ معناها نحس تريث. تريث عندهم الحق، عندهم الحق. أنا مش باش ندافع على الهيئة متاعي، على كل حال أنا نفهم زملائي، لأنه الحقيقة اليوم الوضع صعيب بالحق. وأنا حكيت شوية وأنا سيد العميد وباش نقول لكم حاجة من في الحوار بيناتنا، قال لي اللي الفترة هذه الحوار أصعب، لو كان الآخر خذين عليه نوبل هذا ناخذ عليه معناها دو نوبل. دونك باش معناها فاهمين كون الوضع ماهوش بالسهوله بمكان، ويقتضي فعلا التريث، ويقتضي تو. انا فرحانه كي نسمع الاستاذ زميل الاستاذ السعداوي يقول راهو ماهوش واحد باش يركب عليها، ولا راني انا الصاحب وانت تابعني، لا رانا مع بعضنا ماشيين باش ننظروا في كيفيه انه نخرجوا من حاله الاحتقان، او انه نهديوا شويه الاجواء اللي هي قاعده معناها هكا مشحونة ومحتقنة. وهذا مهم، والمحامين هذه المدرسة متاع المحاماة، لأنه احنا مش لسان دفاع هكاك على في المطلق، أما لسان دفاع على المواطنين وعلى بلادنا. والتريث
والحكمه والحنكه زاده نتاع المحامين والمحامات بشكل عام هو تخلي انا نفرح كي نسمع زملائي يحملوا هالافكار دي، لانه الحقيقه علاش قبيله انت انا معناها فما برشا كلام فما برشا حوارات، فما كل واحد كي تستحكي معاه شويه تلقاه معناها من وجهه نظره ويحكي على المساله، معناها قريب فما عباد تقولش ماشي باش تعمل مش ثوره، قريب باش نعملوا اكثر من انقلاب، وهذا بالحق خطير، لانه التنظير الى الفراغ أو التنظير إلى الفوضى أو التنظير إلى أنه نخرجوا على المسار الديمقراطي ونمشيوا نخرجوا خارج الصندوق إطار الصندوق، هذا خطير، معناها ما يلزمش اليوم على خاطر فما صعوبات ولا على خاطر بالحق البلاد في مش في عنق الزجاجة، معناها الغادي من عنق الزجاجة، زاد احنا نمشيوا نعملوا حلول معناها قريب، سامحني في الكلمة ما قريب تكون انتحارية. راهو الحوار اللي هو الرصانة والتريث، وإذا معناها تقصد سيادتك أنه الواحد يحبك معناها يكبح نفسه باش يشوف برشا تروي شنو نجمو نعملو باش نخرج من هالوضع هذا، هذا مهم في الفترة الحالية اللي احنا فيها، وقتها احنا كاتحاد مرأة، لأنه المسائل دي تهمنا احنا نساء تهمنا، معناها مش تهمنا بمعنى رواي يجيبوا الاتحاد الوطني هوكا زعمة زعمة ساق، لا أنا نحب الاتحاد الوطني توا الاتحاد التونسي للشغل ورابطة تونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، معناها التغييب عدم توجيه الدعوة للاتحاد الوطني التونسي، وكذلك لكن فما كومبوزونت مهمة ياسر اللي هي أحد أعمدة الحوار الوطني المفروض اللي هي الاتحاد العام اللي هو منظمة الأعراب اتحاد صناعة وتجارة، أي نعم لأنه هذا مهم. وجهتوا له الدعوة أستاذ سعداوي، ثم 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 اتصالات مع سي سمير مجهول، مع سي سمير مجهول المدة اللي فاتت كان غير متواجد بتونس، كانت عنده بعض الالتزامات خارج تونس، ويبدو اللي هو رجع خلال الأيامات الأخيرة، وثم حديث معناها لفتح الموضوع. إيه الحوار هذايا ما معناها شنو النقطة المنتهى يعني الهدف منه تحديدا؟ الهدف منه نحن نحبوا إصلاحات جوهرية فيما يتعلق بوضع بلادنا، دفع في هذا الاتجاه، نحبوا إصلاحات على المستوى التشريعي، نحبوا إصلاحات على المستويات القطاعية، نحبوا تنمية، نحبوا شغل، نحبوا كرامة للمواطنين. نحن كمحامين صحيح مثلوا مجموعة قطاعية مهنية، أما نحن مشينا محزونين على الشأن العام، نحن يومين نتعايشوا مع الشأن العام، والمحاماة التونسية تاريخيا كانت ملتحمة وملتصقة بمشاكل الشعب وبمشاكل الوطن، وقيادات الدولة هذه أغلبية نتاج مدرسة المحاماة من الزعيم الحبيب بورقيبة لهادي نويرة وغيرهم، والناس كل هذه كانت متواجدة، وهذا في حقيقة الأمر بحكم طبيعة مهنة المحاماة في حد ذاتها، ونحن جزء من المجتمع، يعاني منه المجتمع نعانوا منه ضيق العيش، الضغوطات النفسية، الضغوطات الاجتماعية، الاقتصادية نحن نشوفها، نحن معنيين بالمشاكل هذه، نحاول اللي نحن نقدم تصورات لحل المشاكل هذه نعيشوا فيها إن شاء الله. إن شاء الله حضرت العميد خليفة الشيباني بعد نعطيك كلمة سي خالد عبيد. في القراءة للمبادرة راهو ما ثماش حاجات في التاريخ تتعاود مرتين في نفس الظروف، 2014 كنا قدام غول قدام دمار تقودوا حركة النهضة، وقف الشعب التونسي بعد الاغتيالات، عملنا نوبل خذينا نوبل، لكن تدى مظبية خذينا نوبل في داخل المجتمع التونسي خذيناها في العالم، أما كي رجعنا لهنا بعد 2014 زادوا تحيلوا علينا مرة أخرى وعملونا كالتوافق ومشينا اللي عرفناها اللي شفنا تداعيات والدمار الكل شفناه. اللي صاير تو في خصوصيات معينة، أولا ساعة ثم منظمات حتى بخلاف السنة، احنا اليوم بالأساس في العالم المشكلة متاع أمن قومي غذائي، معنا اتحاد الفلاحين لازم يكون موجود، وهذه يلزمها تكون مبادرة المنظمات الوطنية الفاعلة، خطر ما لرزمو احنا الجمعيات رجعونا 22,000 موضوع آخر هذك كم بشاركوهم الكل، يلزمنا ناخذوا ملعب ماركانا هذك باش نتحاوروا مع الناس كل باش نتحاوروا مع الجمعيات اللي هي فاعلة في البلاد والمجتمع المدني، ما يجمع الناس هذوما الكل غير الظرف تو ثم حركة اللي هي 25 جويلية واللي هي متاع الوطنيين باش نتفاهموا، الرئيس قيس سعيد التقط اللحظة التاريخية، لكن الصادقين الكل في هذا الوطن الكلهم راهم قالوا المنظومة هذه انتهت ووصلتنا إلى نوع من المافيا السياسية ووصلتنا إلى الكوارث اللي لا صلح جزائي لا حد شيء، الناس هذه كلها متفقة على القليلة أن مسار 25 جويلية لا رجوع عنه. اليوم حسيتها كنوع من التردد ولا نوع من البرود في يظهر لي ثم تساؤلات في داخل المبادرة ما زالت ماهيش محسوم، هل ان لا انا مش تابع، لا تابع حتى في التصريحات، راه نعطيك حتى في لغه الخطاب، لا بالنسبه للبيانات الهيئه الوطنيه للمحامين لا نحكي على المبادره، لا نحكي على المبادره معنا في علاقه بمن هالحوار، من سيشارك فيه، من سيشارك فيه، مازال السؤال مطروح،
هل الحوار هذا سيبقى مفتوحا على رئيس الجمهورية ولا، وكيف الآليات وما هي الضمانات؟ زاد باش نبداو متفاهمين، هل الأحزاب هذوما يكونوش موجودين خاطر هما بطبيعتهم خاطر تو زاد اللي قاعد الراف المبادرة، رغم اللي تظهر لي أنها رزينة شوي، ثم حكمة، اللحظة هذه تتطلب الحكمة من الجميع، معناها الناس اللي باش تفض المشاكل في الشارع التونسي وأحنا في حرب أهلية باردة تو جودي بيان، احنا في حرب اهليه بارده، راهي تحب تهز الوطن هذا الى مربعات اخرى. ما 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 معناها يعجبني في هذه المبادره، خلينا نحكي انها رغم التلكؤ نتاعها والرزانه نتاعها انها بعدت على مربعات الاستقطاب من طرف الاحزاب، على القليله حاجه خرق العاده، والاتحاد وحتى العماده تاخذ في الضرب على اليمين وعلى اليسار، مش مشكل، مش هذا الموضوع، لكن زاد الظرف هذا يتطلب الاسراع بتقديم رؤية يكون فيها الجانب الاقتصادي والاجتماعي اللي هو اللي مختلفوش عليه اثنين، معنى ولو أنه زاد ما نحبش نبرر أنا أما نفسر أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي راهو كان من تداعيات 10 سنين وكان من تداعيات كوفيد وكان من تداعيات الوضع العالمي. صندوق النقد الدولي المديرة متاعه درنيرمو تقول أنه ثم ركود وأن ثم تراجع في الاقتصاد الأوروبي والعالمي وأن حتى نسبة التضخم باش تطلع، هذا لا هذا يلزمنا نكونوا موجودين فيه. المشروع متاع 25 في خطوطه الكبرى ماهوش مشروع الرئيس قيس سعيد، الرئيس قيس سعيد التقط لحظة الوطنيين الصادقين اللي هي في خطوط الكبرى كلنا فيه، هل الإسلام السياسي يلزمه يقف، هل الفساد يلزمه يقف، أنك تخدم العباد، أنك تحسن وضع العباد، ماذا بينا هالمبادرة هذه تتبرور خاطر زاد الظرفية تتطلب اليوم إلى مبادرة حكيمة يمكن باش تبرد شوية الأضواء وتخلينا نحكيه مع ناس فعالين معنا. هذا رأي خليفة الشيباني، ماذا عن رأيك خليفة خالد عبيد؟ خليفة عبيد، أنا وليت خليفة عبيد، غدا باش نعمل حكم في اسمه وانت تولي خالد الشيباني معنا. مش مشكلة. إيه خارق العادة. ولا محل ما يغلطوا فيه كله خليفة. وبعد مازال عندي سؤال على قانون المالية. باهي. تحب نتنازل؟ لا بطريقة رياضية بيسالش بطاف عندي روح. على كل أنا نحب نقول أنه المبادرة هذه فيها عمادة المحامين وفيها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة، يا حبذا اتحاد المرأة يكون موجود، يا حبذا ليتيكا تكون موجودة، ويا حبذا أيضا تكون موجودة حتى اتحاد الفلاحين. علاش؟ لأن هذه المنظمات هي ضرورية إلا من خلال النجم أحنا نفهم ما هو المطلوب في هذه الفترة. صحيح أن نتفهم نوعا ما، نشعر الأستاذ السعداوي عنده نوع من التحفظ، أنا هيك شعرت، نجم الواحد يفهمه صحيح الخطر، تشعر وكأن المجموعة هذه كلها تشعر بنفسها تمشي على نوع من الحقل الالغام. ناكد لك حاجه سي خالد وسامحني باش تعسف علي، انهم حتى كي تلموا مع بعضهم قالوا كي تصرحوا اعرفوا واش تصرحوا، راهي الامور كذا وردوا بالكم، ما تعطيوش سكوبات وردوا بالكم يطيحوكم. إيه. تحسهم الكل تو ناري ثلاثه ولا اربعه منظمات يتكلموا، يعطيك بالكون تقول على وجهي عبر السعي يقول ردوا بالك وردوا بالك وراكم يطيحوكم وراكم تقول وي معناتها فما اكثر من مبادره، لانه هذيك الحقيقه مازلت ما توجه ماني. لا لا فما انا شخصيا معني على الاقل اثنين كلموني على يعني مبادرات، وعلي فما مبادرات، فما شكون الاطراف الاخرى مثلا معناها فما عنيك استاذ تقول لنا كلام سياسيه مثلا فما ناس مجتمع واحد مجتمع مدني قاعدين يفكروا في مبادرات، فما مجموعه سياسيه هذا التحرك من اجل ايجاد حلول، يعني لكن سامحني التحرك من اجل ايجاد حلول مهم، ولكن التشتيت زاد، لكن مش حتى التشتيت ماهوش هذا معناه المشكله، شنو هو محتوى المبادرات؟ لانه تسمع مبادره لكن مبادره نتاع شنو؟ فما ناس تحب راهي تحكي على مبادره بمعنى قريبه نمشي للناس نقولوا لهم ديجاج. شخصيا انا كلمه ديجاج ما عادش نقبلها، ما عاد فما حتى حد يصوت له ولا يخرج الصندوق، حتى احنا منظمات ما مش لازم نحكي، واحد يجي يقول لي ديجاج دوك الدروا طويك، معناها إذا احنا نحبوا نعملوا نرسيو للديمقراطية، الديمقراطية هي صندوق، والصندوق هو الفيصل بين الناس كل، اللي يقبلوا ويصوت له الشعب التونسي ولا مجموعات مبروك انتهى الموضوع، نطيحوه بالصندوق. أما هالمبادرات اللي كل واحد مش عاجبه حاجة أي نطيحوا السيستم باش ما نقولش حاجه اخرى، مش هكا معناها اللي نحب نقوله لك انه فما اكثر من مبادره. واضح، شكرا. هو الفرق بين الحوار تاع 2014 انه لو وقفوا على حوار 2014 كان عندهم نوع من القطيعه وتشعر انه نوع من الحديه في التعامل مع الاطراف اللي كانت موجوده وقتها السياسيه، لكن في الاثناء في خلال هذا الحوار تاع 2014 تم الطريقه وباخرى معناها التغاضي عن الملفات اللي كهم اللي تهم فترة الترويكا، ولهذا السبب قاعدت الملفات هذه مفتوحة إلى الآن. نشعر بالنسبة للقائمين على هذا الحوار عندهم الكثير
من قراءة الظرفية، الكثير من قراءة الواقع، الكثير من البراغماتية، والكثير والكثير من الحذر. ولهذا سبب نفهموا أنه ما تسمعش شنو تصريحات تشح في المعلومة، برغم إلا التسريبات قاعدين نسمعوا بها. هو طول الأستاذ سعداوي قال على المستوى التشريع، على المستوى التنفيذي ربما وغيره، نسمع أنه ربما هناك اقتراح لتغيير حكومي، هناك اقتراح لتغيير بعض الفصول القانونية وغيرها. لكن السؤال الأهم في كل هذا، هذا الحذر اللي رأوا فيه الكبير جدا، هل ونفهمه ونتفهمه، هل أن الطرف المقابل والذي يهمه مخرجات هذا الحوار وهو رئاسة الجمهورية، هل ستقبل أصلا بهذا الحوار أم لا؟ لأن القاعدة لاحظوا فيه كل هذا الحذر هو بغاية إفهام أو إعطاء رسالة لرئيس الجمهورية على أساس أن هذا الحوار لا يستهدفه هو ولا يستهدف كل ما يريد القيام به، بل الغاية الأولى والأخيرة هي إنقاذ تونس من هذه الأزمة المستعصية. أستاذ خالد زاد في نفس هذا السياق، لأنه هذه المبادرة اللي بدأ بها حركها الاتحاد العام التونسي للشغل، لأنه في كل تصريحاته الأخيرة سي نور الدين الطبوبي رأي يقول لك أنه هناك صمت ويعني إشاحة عن مبادرات ومطالب الحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل. ولهذا السبب قاعدين نلاحظ انه الاتحاد توا كانه وخر شويه وخلى عماده المحامين او عماده المحامين قاعده هي تظهر توا هي اكثر في الواجهه بهذا الحذر وهذا التحفظ الى روه. والاهم هو هل ان رئاسه الجمهوريه برغم من كل هذا ستقبل بهؤلاء بهذه المقترحات ام لا، وهل ستقابل هذا الوفد الذي سيعبر عن مقترحاتها ام لا، وان قبلت فما هي ارتدادات ذلك، وان لم تقبل فما هي ارتدادات ذلك. والاهم في كل هذه هي تونس. شكرا سي خالد عبيد. في ثلاثة دقائق سي عمر المسعودي سعداوي سي سعداوي، صدقا يعني بالنسبة لكم عدم الرضا والتلويح يعني ويوم غضب وكل التحركات في رفض لما حمله في حق المحامين قانون المالية لسنة 2023، شنو مواقفكم وتحركاتكم القادمة؟ لا، في حقيقة الأمر هو رفض الهيئة الوطنية للمحامين لمرسوم مالية 2023 ما يتعلقش بما وظف على المحامين من ترفيع في الأداء على القيمة المضافة، مش هذا السبب الرئيسي. إذن السبب الرئيسي في رفضنا لقانون المالية هو الرؤية التي ارتكز عليها قانون المالية في حد ذاته. قانون المالية يصدر وسبق قبل صدوره ليقع اجتماع ما بين الهيئة الوطنية للمحامين ومع السيدة وزيرة المالية، أوضحنا للسيدة وزيرة المالية اللي مشروع القانون المالية المعروض والمزمع إصداره هو في حقيقة الأمر مش مشروع مالي، هو مشروع نتاع مداخيل للدولة، هو مشروع نتاع جباية مش مشروع نتاع مالية. قانون المالية في مفهومه الصحيح هو القانون الذي يتضمن رؤية للاقتصاد الوطني، رؤية للتنمية الاقتصادية، لأنه يعبر على سياسة اقتصادية قانون المالية، مش قانون اللي جمع الأداءات وباش ندخل كذا كذا ندخل كذا كذا ونصرف كذا كذا، مش هذا قانون المالية. لقاء لقانون المالية اللي صدر في 23 بنا وجهة النظر هذه، هو قانون لجمع الأداءات وطريقة الصرف نتاعها، لا فيه حوافز للمستثمرين ولا فيه معناها تشجيعات ولا فيه رؤية اقتصادية. وعلاش علي أنا خنا قدر معناها محتوم علي اللي نجم نعمل ميزانية الدولة التونسية إلا بصندوق النقد الدولي؟ ما عنديش أفاق أخرى، ما عنديش تصورات أخرى. خلينا تقدموا تعملوا مبادرة، تقدموا بدائل. السيدة وزيرة المالية كانت حاضرة معنا وذكرت حتى فيما يخص الأداءات التي فرضت على المحامين، تقول أنه السنة القادمة مش كنا حتى على نفس على الأطباء. الوقت وفيه باش نحكيو كلمة باش ما تعصبوش على السيدة رضية جربي. لا، لأنه الموضوع يهم الأداءات هذه. المحامين احتياجهم الأساسي ليس على الترفيع في 19% في الأداءات، 19% في الأداء، 19% في الأداء راني مشي ندفع فيها انا كمحامي. فضل خلينا نتعصب على الاستاذ عمر السعداوي. 19% مشي ندفع فيها انا كمحامي، هو يدفع فيها المتقاضي، يدفع فيها المتقاضي. كترفع انت في الأداء دون انت تجد
معناها مواطن مش شغل مش توظف على المتقاضي مرة أخرى. أنت تثقل في الكاهل وسط الفكرة المواطن ومعناها ما تقدمش في حلول جديدة. لحظات مازالت للأستاذة راضية تفضل. أنا مانيش باش نتكلم في بلاصة الهيئة، أما ميسالش فيما يتعلق بالأداءات 19%. نحكي توا رئيس منظمة وطنية عندها تداعيات علينا، عندها تداعيات لأنه احنا منظمة وطنية نوبوا في الناس بلاش، نقدموا في الخدمات القانونية بلاش، وعندنا دي سيلول ديكوت بلاش. دونك كيفاش باش نعملوا بهالاداءات هذه اللي عمال معناها احنا ما عندناش حق نخدموا برسك بلاش ها أه؟ وزيد طويكة باش ندفعوا الاداء 19%. اعتقدوا انه هذايا باش يضر الجمعيات اللي كيف يعني من المفروض انه تكون نعم. فما اعفاء باش يكون عنده تاثير على انسان اللي يجيونا على النفقه وعلى الحضانه والناس هذوك الكل التعبه باش يكون عنده تاثير عليهم في نفس السياق هذا باش يكون عنده تاثير. ثم قضايا تصبغ معاشيه فوالا ما تعملش عليها اداء هذاك علاش الوقت وفي بصراحه الوقت وفي كنت كريم في قانون الماليه ولم تكن كريما في الحديث عن المبادره. سي عمر السعداوي شكرا لك عضو مجلس عماده المحامين، استاذ راضية جربي رئيس الاتحاد الوطني للمراه التونسيه، خالد عبيد وخليفه شيباني شكرا لكم، مشاهدينا شكرا لكم، تصبحوا على خير.